معاكم كنت حابب اتكلم في موضوع دايما بيزج باسم الاهلي في اي حاجه. يعني لو سمحتوا يا جماعه، الاهلي نتكلم بالارقام وبنتكلم بالراحه. الاهلي ببطوله الدوري دي هتبقى البطوله ال40، هيبقى فرق بينه وبين اقرب منافسيه في البطولات 60 بطوله. 60 بطوله، 60 بطوله، باكد تاني اهو، يعني عمر وزمن وهحسبها معاكم دلوقتي. فاللي يتكلم باسم الاهلي يتكلم باسم الاهلي عشان يتعلم منه، يتعلم ازاي النادي ده ناجح، ازاي النادي ده بيجيب بطولات، ازاي النادي ده بيحافظ على بطولات، ازاي النادي ده بيحافظ على قيمه ومبادئه. فمش لازم اسم الاهلي او نزج باسم الاهلي عشان نعمل شو اعلامي، مش لازم خالص. النادي بعيد كل البعد عن اي حاجه. يعني لما نيجي نصنف بعد كده ترتيب الانديه في البطولات هنطلع الاهلي خالص، وبعد كده نبدا نرتب الفرق اللي خدت الدوري والكاس واي اي 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 حاجه. فالاهلي فارق 60 بطوله. لو قلنا 60 بطوله دي، قلنا مثلا الفرق في ست بطولات، متوسط البطولات اللي هياخدها الفرقه اللي بعد الاهلي او اللي بتنافس الاهلي في البطولات ايا كانت مين هي، قول هناخد ثلاث، هتاخد ثلاث بطولات، يعني 60 بطوله على ثلاث بطولات هيبقى فرق 20 سنه. 20 سنه فرقه بتاخد بطولات والاهلي ما بياخدش بطولات عشان تجيب النادي الاهلي. فالموضوع 20 سنه سنوات كتير جدا جدا، ربنا يدينا ويديكم طول العمر. فالمقصود من كلامي ان احنا نبعد الاهلي خالص عن اي حاجه، لان الاهلي في حته ثانيه، في حته بعيد لوحده، بطير لوحده، منفرد لوحده، زي ما انتوا عايزين تقولوا قولوا. فلو سمحتوا بلاش نحط اسم الاهلي في اي جمله غير الجمل اللي ممكن نتعلم من الاهلي ايه، وممكن نستفيد من النادي الاهلي ايه. اشبه لكم بس بسرعه جدا، يعني زي في كده مدرستين، او بلاش مدرستين، ثلاث مدارس. مدرسه ناجحه جدا جدا، ومدرسه ثانيه بتجيب طلاب متفوقين، بيجيبوا مدرسين متفوقين، لكن هي المدرسه في مكانها والمدرسه الناجحه ناجحه في حته بعيد خالص. الموضوع يا جماعه موضوع منهج، موضوع منهج. المنهج هو الاساس. عشان تحط منهج وتمشي عليه وتنجح عليه وتحافظ عليه، هي ده الحاجه اللي صعبه جدا، وهي دي الحاجه اللي مستحيل تتكرر. فلو سمحتوا الاهلي بعيد، فما تزجوش باسمه في اي حاجه غير ان احنا نتعلم ونستفيد من الاهلي. دايما بتنوروني وبتشرفوني، والف الف مليون مبروك لجميع النادي الاهلي وكل اللي بينتمي لهذا الشعار الكبير وهذا الكيان الكبير، البطوله رقم 40، وان شاء الله افريقيا اللي جايه. نورتوني وشرفتوني تاني، وتصبحوا على خير.